الحدود العراقية السورية حد البكمال. هذا حال العراقيين هنا، 70 دولار في زباع. هاي الحدود العراقية السورية. من ساعة 7 الصبح وحاليا ورا ساعة 12. إجراءات تعسفية، ترتيب ماكو، ياخذون على الفيزا 70 دولار، لازم تخلي بالجواز 70 دولار وتدفع. وهاي العالم عالقة من الصبح إلى حديت الآن. هذا المنفذ، هاي الحدود العراقية السورية مثل ما موضح أمامكم.